مرحبا، اليوم راح ناخذكم تور في مكتبنا وراح تعيشون يوم كامل مع فريق عمل لوبن السعودية وتشوفون كيف نصنع محتوانا وبرامجنا باستخدام لابتوب HP Spectre X 360. تعالوا نشوف فريقنا ايش قاعد يسوي. ليش الكمبيوتر؟ أول شيء اللون الحالي يخليك تحبه. الجهاز فيه شاشة لمس وقابل للتحويل، يعني 2:1 لابتوب وجهاز لوحي يتكيف بالطريقة اللي تناسبك، وفي كثير من الأدوات اللي تخليك تنجز شغلك بوقت أسرع. يلا شوفوا أحسن. أشوفكم كالعادة كل 2 وخميس الساعة 9 بتوقيت السعودية. تات. والله فيها كمية كابلز الله لا يوريك. شكرا كثير لمشاهدتكم، استمتعنا واحنا نشارككم خلف الكواليس لمحتوانا اللي تشوفونه اكيد بحساباتنا. عشان تشوفون هذا الجهاز والاجهزة الثانية والعروض اللي تقدمها HP ادخلوا على موقعهم الرسمي.